السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هنا عندي في هاد جوج ديال لي بواط الكراميل وكذلك الحليب مركز المحلى اللي كنت صوبت معكم في فيديو سابق للاخوات اللي محتاجينو الحلويات العيد وباقي ما صوبوش عندكم تشريو. بالعكس سيروا صوبوه، راه كيتقام اقتصادي جدا وكيعطي نفس النتيجه. نتمنىكم تشوفوا الفيديو، غادي تلقاوه ان شاء الله في اول تعليق. ناخذوا سكر كلاصي يعني ماشي سبيسيال وكيكونوا فيه دوك الحبيبات كثارين بزاف ويعني ما تيجيش مزيان في الحلوه. فالحيله اللي غادي نعطيكم باش تحصلوا على سكر كلاصي سبيسيال يعني ممتاز، وهو انكم تضيفوا ليه واحد الملعقه ديال النشا على حسب الكميه، يعني كل نصف كيلوغرام ديال السكر كلاصي او لا مسحوق السكر تضيفوا ليه ملعقه كبيره ديال المايزينا. هي ما كتاثرش نهائيا على المذاق، ولكن كتخلي ان السكر ديالكم كيرجع غبره وكيرجع ممتاز هكذا باش تفندوا به الحلويات ديالكم. نتمنى الفكره ان شاء الله تنال الاعجاب. هاد الحيلة كتخص الناس اللي ما عندهمش الفرن، فبامكانكم انكم تحمروا الكاوكاو او الزنجلان ولا اللوز في الكوكوط او لا طنجره الضغط، راها كتغنيكم على الفرن. فقط كتبداو مقابلينو يعني كتبداو كتحركوه باش هكذا ما تيتحرقش لكم وراه تيتحمر بكل سرعه. نحمر دابا هاد الكاوكاو هذا ونعاود نرجع باش تعرفوا ان الكوك ديالكم واش هو جوده مزيانه ولا ماشي مزيانه. اول حاجه هو الكوك كتاخذوه وكتفركوه بين يديكم، فالا خلى لكم اليد ديالكم كتلمع يعني راه فيه دهون فهو مزيان، لان الكوك اللي ما مزيانش كيكون ناشف ما فيش نهائيا حس الدهون. كذلك الريحه ديالو كتكون عاطيه بزاف مجهده وكيكون يعني رقيق بزاف، فهداك الكوك اللي كيكون غليظ راه ما تيصدقش وما كيتجمعش نهائيا وما كيشربش. فعليكم بالكوك اللي يكون بحال هذا الشكل هذا يعني مطحون رقيق. وإلا توفرتوا على هذاك الكوك اللي ماشي مزيان، ما عليكم الا كتزيدوه ملعقه ديال زيت المائده في كل كيلو ديال الكوك، راه كيرجع لكم يدم وكيتجمع لكم بكل سهوله. وإلا كان عندكم زيت الكوك من الافضل كاع انكم تزيدوا ليه زيت الكوك. نتمنى هذه الفكره ان شاء الله تكون مفيده. شارك معكم الطريقه الصحيحه كيفاش تيبسوا الاعشاب، سواء عندي هنايا فليو او لا لويزا اللي هي هذه. غنبداو بفليو. اول حاجه كتنقيوه تشوفوا واش فيه شي اعشاب اللي هما ماشي مزيانين، تحيدوا منه هذوك الاعشاب بحال هادو اللي كيكونوا صفرين ودابلين، تحيدوا منه اي حاجه بحال هذا الشكل هذا. نقيوه مزيان، ومن بعد كتاخذوا واحد البول كتوضعوا فيه هاد الاعشاب ديالكم، غادي تعمروه بالماء وغادي تغسلوهم مزيان مزيان حتى تحيدوا منهم الغبره وتحيدوا منهم كل شيء. كتغسلوهم جيدا، ما تخليهمش منقوعين في الماء، غير كتغسلوهم وكتشللوهم صافي. غتخليه هنايا يتسطر حتى تحيد منه الماء كامل، خليه على جنب. لويزا، فالطريقه اللي كندير ليها انا كناخذ نحلها بعدا من هنايا. وصراحه الا كانوا هاد الاعشاب متوفرين في الوقت ديالهم خذوهم بكثره، جففوهم في المنزل وكيبقاو لكم مده ديال العام كله بدون ما تحتاجوا انكم تاخذوهم. صافي كناخذ هكذايا العويدات ديال لويزا وكنبقى نحيد منهم الاوراق بهاد الشكل هذا، اولا ممكن تستعنوا بالحكاكه كتدخلوا العويد من هنا وكتجروا. صافي كبداو يتحيدوا لكم الاوراق، نديرهم غير بيدي كيعجبني ندير لهم هذا، كنستمتع كتكون واحد الريحه اللي هي طيبه بزاف زوينه ديال لويزا. غنستمر بحال هكا حتى نحيد ليها جميع الاوراق. صافي من بعد ما انتهيت من الكميه كامله غادي ندوز دابا نغسلها مزيان حتى تحيد منها الغبره. كذلك حتى هي في شي شبيكه، ما تخليوش الاعشاب ديالكم هكذا منقوعين في الماء لانهم غادي تلقوا كاع
يعني المكونات ديالهم في الماء وما يبقى فيهم حتى شي منفعه، فغير كتغسلوهم وكتشلوهم وتخليهم يتسقطروا من هذاك الماء. واحد البوم وغادي ناخذ واحد الزلافه غنوضعها هنايا الداخل ديالو، وكنوضعوا البطاطا. صافي كنوضع الفريت ديالي كامله في هذه الزلافه هذه. فبهذه الطريقه هذه كتسقطر منها الزيت كلها كتجمع لتحت، وكنستغناو على ورق النشاف لانه ماشي دائما كيكون متوفر عندنا. من بعد فغادي نوريكم شحال الكميه ديال الزيت اللي كتسقطر بهذه الطريقه هذه. كنشكر الاخت اللي اقترحت عليا هذه الفكره، فعلا فكره اللي هائله بزاف اننا نسقطروا الزيت بهذه الطريقه هذه. كتقتصد علينا في الورق النشاف، وهذيك الزيت راه كنعاودو نرجعوها يعني مع الزيت اللي قلينا بها وما كنضيعوش فيها. ها انتم غتشوفوا الزيت اللي كتكون تجمعات هنايا، ها انتم كاع هذاك الشيء اللي تسقطر من البطاطا كيتجمع هنايا في الاسفل، وكتكونوا يعني سقطرتوها بلا ما تحتاجوا للورق النشاف. نتمنى هذه الفكره تنال اعجابكم. بعد ما كيتسقطروا الاعشاب ديالنا كاملين هنايا اللويزه، فكنجيبوا شبيكه اللي تكون متقبه كامله، ضروري انها تكون متقبه كامله من الجوانب كاملين، وكنوزعوا اللويزه ديالنا بهذا الشكل هذا. صافي وكنيبسوها في الظل ماشي في الشمس، يعني خلوها غير في المطبخ هكذا، حطوها فوق الثلاجه كتغطيوها بشي زويف اللي يكون شفاف ما يكونش مزموت باش كيقدر انها يعني يدوز عليه الهواء، ومره مره كدوزوا وكتقلبوها بحال هذا الشكل هذا، كتبقاو تقلبوها باش كتنشف لكم وهي اللون ديالها اخضر ما كيتحولش للاسود. فإلا خليتوها هكاك هذاك الماء كيخليها انها كتيبس وهي سوداء، وحتى المذاق ديالها تيكون ما زوينش. فالطريقه كيفاش، كل مره غادي تبداو دوزو وتقلبوها باش هكذا كتنشف كلها وما تيبقاش فيها الماء، وكما قلت لكم غير في الظل ماشي في الشمس. نخليها دابا انا عندي هنايا غير في المطبخ حتى ان شاء الله تيبس بالفليو. فانا اش كندير ليه، تنديرو في شي تويب بحال هذا الشكل هذا، وكنحاول نديرو بحال شي كميميسه كنكمسو وتنعلقو. الا عندكم بالكون او لا عندكم نيشي شي نافذه، فديروا غير كميميسه بحال هكا وعلقوه، راه دغيا كيبس ماشي بحال الويزه هو تيبس يعني في مده اللي هي قصيره. صافي راه كيبس، وكذلك كيتيبس في الظل ماشي في الشمس. الاعشاب الاخرى اللي بغيتو انكم يعني تستعملوها وهي طريه وتحافظوا عليها لاطول مده بحال الفليو كذلك والنعناع بلا ما تيبسوهم، فما عليكم الا كتاخذوا واحد البول بحال هذا الشكل هذا اللي يكون طويل، وضعت فيه هنا كميه من الماء، وكتوضعوا فيه هاد القبيطات ديالكم، ما تغرقوش بزاف يعني كتوضعوا غير شويه ديال الماء، وهكذا راه كيبقى لكم اسبوع كامل وهو خضر يعني ما تيبس ما حتى شي حاجه. كتبقاو تقطعوا منه الجزء اللي بغيتوا تصيبوا به الشاي ديالكم، صافي راه تيبقى لكم مزيان. هو غير هكا في المطبخ ديالكم بحال شي بحال شي غرس، صافي راه كيعطيكم الريحه زوينه، وكذلك راه كيبقى طري وكيبقى زوين. مرات كنبغيو نسلقوا البيض وكنلقاو بان شي بيضه فيها شي شقه، فما عليكم الا كتاخذوا بلاستيكه وكتوضعوا فيها البيضه ديالكم بهذا الشكل هذا، كديروا ليها عقده وكتزيروها صافي، وكتسلقوها بهذا الشكل هذا. راه ما كيوقع لها حتى شي حاجه، يعني كتسلق لكم بطريقه اللي هي عاديه وما كتضيعوش فيها. هي هذه راه بدات كتنشف يعني دغيا دغيا، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. كما كتشوفوا اللون ديالها راه بقى اخضر ما كتكحلش نهائيا. الا تبعتوا الطريقه اللي قلت لكم فغادي تحصلوا على يعني الويزه اللي هي مجففه منزليه بطريقه اللي هي صحيه وما فيها لا غبره ولا شي حاجه يعني نظيفه. نتمنى هذه الفكره ان شاء الله تفيدكم. هو درتو هنايا كيتحمر، كل مره كندوز وكنبدا كنحركو، ما تزيدوش عليه العافيه باش ما يتحرقش لكم، وراه دغيا كيطيب الا كانت العافيه ناقصه بزاف. دوك ها هو راه تحمر وطاب غير في الكوكوط، كما كتشوفوا راه كيتقل عليه القشره بكل سهوله. فعندي لكم فكره، الا بغيتو تحصلوا على كاوكاو كونكاسي بحال اللي كيتباع تماما، ما عليكم الا بهذه الاله هذه الخاصه بمطيشه. غادي نوضع فيها دابا الكاوكاو،
الاخيره كتخرج واحد الكاوكاو اللي هو كونكاسي تماما بنفس القياس، ماشي بحال المطحنه الكهربائيه. شوفوا اللون ديالو مغلوق فقط لانني ما زولتش منه القشره، خليتها عليه. هانتوما شوفوا نتيجه زوين. كنتمنى هاد الافكار اللي اقترحت عليكم في هذا الفيديو يكونوا ان شاء الله مفيدين. ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق اسفل الفيديو، وان شاء الله غادي نقترح لكم غدا جوج ديال الاشكال ديال الحلوى بدون فرن، ساهلين، مقادير اقتصاديه كيف ما معودين في القناه ديالي، كل ما هو بسيط. وخليتكم على خير، بسلام عليكم.